في البتات القروية. جينا كفريق مناصرة متكون من تلميذات ديال مدرسة فاطمة الأندلسية، زائد ممثل عن منظمة اليونيسف، زائد تلميذة مستفيدة من مركز الفرصة الثانية. سوق طلبة. سوق طلبة، نعم. تضرر من داك المشاكل طبعا الناس كاملين هنا، ولكن هما كيكون تضرر يعني احنا هما الوسيله ديالو باش نحلوا داك المشاكل. احنا مده كبيره وحنا كنعدوا تكاون في التعرف، وان شاء الله كان الهدف ديالنا هو نجلسوا مع المسؤولين طبعا هما مسؤولين اخرين، باش ان شاء الله نحاولوا نجبروا لواحد الحل ولا واحد الحاجه اللي تخلي داك الفتيات والشباب ديال المنطقه يكونوا في مستوى عالي. طبعا حنا كنشوفوا المشاريع الفلاحيه ما كرهناش نكونوا هنا في هذه المدينه هذه، طبعا مشاريع اللي تكون الكترونيه، مشاريع تكون ذكيه اللي كتواكب العصر اللي حنا فيه. طبعا هذا الشيء ما كيكونش بمجهود ديالنا، بمجهود ديال الفتيات خاص الجامع يشارك، بل الجامع كما قلنا وان شاء الله اللي قادرين عليها. ديالها هي المدرسه. وشكرا. حمومين تحاب الحمو مدرسة فاطمة الأندلسية بالقصر الكبير، الحق كل فتاة قروية تقع، وهذا الشيء اللي شفنا اليوم بناية مهرجان ديال سوق الطلبة باش نقنعوا أي أم أو أب اللي كيخرج بنته المدرسه ما كيخليهاش. برافو خالد. هي كتلبس في مسكينه. الله عليك سيدي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.